لسه مع حضراتكم في المصري اليوم. ونقيب المهندسين وزارة الري تحاول التدخل في شؤون النقابة ووقفة يوم 6 فبراير في موعدها. أعلن مهندس طارق النبراوي نقيب العام لمهندسي مصر استيائه مما سماه تكرار محاولات تدخل وزارة الري في الشؤون النقابية التي لا تخص إلا أعضاء النقابة ومجلسها الأعلى وجمعياتها العمومية. وأبدى النقيب استيائه مما نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الري بخصوص وقفة المهندسين الاحتجاجية المقرر إقامتها بكرة السبت 6 فبراير. وبحسب المنشور على الصفحة، تواصلت الوزارة مع وزارة الداخلية وأخبرتها الأخيرة بأنه لم تصدر موافقة على هذه الوقفة. قال النبراوي في بيان له مؤخرا أن هذا التصريح عار من الصحة، إذ أن النقابة وفقا لصحيح القانون أخطرت وزارة الداخلية. وأضاف أن النقابة العامة أرسلت خطاب بتوقيع نقيب المهندسين إلى وزير الري بيدعو فيه إلى حضور الوقفة الاحتجاجية لمواجهة الزملاء، زملاء مهندسي الري طبعا بصفة مهندس، اللي سبق ووعدهم أكتر من مرة في لقاء حضروا نقيب المهندسين وممثلون عن مهندسي الري من محافظات مختلفة، ولم يفي بأي وعد مما صرح به. الأمر اللي اعتبره الزملاء مهندس وزارة الري بمثابة الرد برفض مطالبهم، مما دفعهم الاحتجاج عبر وقفة قانونية ومشروعة داخل بيتهم وبيت كل مهندس مصري نقابة المهندسين. طيب احنا معانا طبعا على الهاتف بس لمزيد من التفاصيل مهندس طارق النبراوي النقيب العام لمهندسي مصر. باشمهندس صباح الخير. صباح الخير. طيب باشمهندس، كده في البدايه عايزين نعرف ايه اللي هيحصل بكره، وازاي وزير الري انكر هذا الموضوع او انكر ان هو تم ابلاغه، مع انه يعني المفروض ان هو مشرف على النقابه بحكم القانون وهو كمان مهندس. لا حضرتك، ما فيش اشراف على النقابه من اي جهه النهارده، انما هو مش كان بكرة مشرف على النقابه يا فندم قبل كده؟ قبل كده كان في نص بيديله بعض الحقوق، انما هذا النص معلق قانونيا حاليا نتيجة ان احنا رفعنا دعوة. تمام. واخدنا بيها ان هذا النص او الدعوة دي مرفوعة الى الدستورية العليا لمناقشة اذا كان هذا النص دستوري او غير دستوري، فلا توجد اي جهة مشرفة على نقابة المهندسين النهاردة. حضراتكم ابلغتوا هنا مديرية امن القاهرة واسم الاسبكية بالنسبة للوقفة. بالنسبة للوقفة حضرتك، طبعا دي وقفة تعبير عن كل مشاكل المهندسين. ايه المشاكل بقى اللي هي زي ايه؟ الاجور بس؟ وزارة الري. واحنا قدمنا في يوم 26/12، يعني شوفي حضرتك من شهر واسبوع، يوم 26/12 قدمنا طلب رسمي بهذه الوقفه وفقا لقانون التظاهر الى السيد مدير الامن والسيد مامور اسم الازبكيه. فاحنا اجراءاتنا القانونيه سليمه، واجراءاتنا اللي هي فيها الدعوه للزملاء المهندسين لمناقشه كل قضاياهم. احنا عندنا عديد من القضايا بنعاني منها في النقابه، واحنا الجهه الوحيده اللي احنا بنقدم دعم غير محدود للدولة علشان. طيب يا فندم، يعني ايه اللي وصلكوا لكده؟ يعني المهندسين اول مرة يعملوا وقفة؟ ان مشاكلنا احنا بقالنا في النقابة حوالي سنة واقل من سنتين، سنة وعشر اشهر. هذه الفترة حاولنا فيها حل كل المشاكل مع كل اجهزة الدولة، ولغاية النهاردة المحصلة مش طيبة. احنا في قضية الري، عندنا قضية الري، عندنا قضية وزارة الصحة، عندنا قضية المعاشات، عندنا قضية زملائنا في المحليات. يعني انا عايز اقول لحضرتك، هل تعلمي ان في مهندس بيعمل في قطاعات في الدولة بياخد مرتب 600 جنيه في الشهر؟ هذا الكلام موجود وحقيقي وناقشناه مع السادة رئيس. طيب يا فندم، الاجور وايه كمان؟ الاجور وحقهم في ان هم ياخدوا حقوقهم، وحق النقابه في ان القوانين بتاعتها تتطور وتتغير عشان نقدر نفي بمعاشات لائقه للمهندسين. طيب اجور ومعاشات، مسائل صعبه جدا. مهندسي وزاره الري دول قصتهم قصه كبيره، دول بقى لهم سنه ونص في مفاوضات مع الوزاره ولهم طلبات مشروعه، وشاركنا في العديد من هذه الحوارات، ووصل الامر بيهم انهم كانوا عايزين ياخدوا اجراءات تصعيديه، واحنا اتفقنا معاهم لان هم اولادنا، اتفقنا على ان اي عمل ليهم يكون داخل نقابه المهندسين. وبالتالي دعوتنا لان هم كجزء من المهندسين المصريين يبقوا بكره باذن الله في النقابه. طيب. ونبقى مع بعض نعلن راينا ونعلن حقنا ونعلن كل شيء بالنسبه للمهندسين غدا في النقابه ان شاء الله. تمام. طيب حضرتك متوقع ايه بقى بعد الوقفه دي؟ يعني وانتم اول مره فعلا تعملوها؟ انا ثقتي عاليه جدا في حكومتنا وفي وزرائنا، واعتقد ان هم لما هيشوفوا يعني
ان المهندسين والمهندسين دول يعني فئة هامة جدا في الدولة وهي اللي بتقود العمل كله. لما يشعروا بان هم يعني في حالة ضيق شديد اعتقد ان هيبقى فيه اهتمام اكبر من كده بمشاكل المهندسين. طيب فندم سيادتك يعني متوقع ان يكون في حشد بكرة عدد قد ايه العدد ده تقريبا؟ محدش يعرف طبعا، انا دعيت زملائي واخواتي المهندسين وكلنا هنبقى مهتمين ان نعلن رأينا بشكل صحيح وقانوني وشرعي. تمام. وده حق للنقابة وحق للمهندسين. طب يا فندم حضرتك يعني بما تفسر تصريح السيد وزير الري بان هو محدش قال له على الكلام ده خالص؟ حضرتك احنا يعني معلش ما هو بعض بديهم العذر طبعا، ممكن الاجهزه الاداريه ما تبلغهمش او اي حاجه، انما احنا كنا واضحين جدا. انا حضرتك بعتنا كل اجهزه الدوله، وانا بقولها لك كل اجهزه الدوله والسيد رئيس الوزراء بهذه الوقفه من اكتر من شهر، كلهم عندهم فكره عنها. السيد وزير الري طبعا احنا ابلغناه ودعيناه لان هيبقى جزء كبير من المهندسين موجودين بكره من زملائنا في الري ان هو يلتقي معاهم في بيت النقابه في بيت المهندسين. تمام. بعتنا له جواب بهذا، ولا زلت عندي راي ان هو يحضر ويناقشهم، وده افضل حل. احنا عايزين النهارده مشاكلنا في مصر كلها يبقى الحوار المباشر هو افضل حاجه تحل المشاكل، ولا بد ان الساده الوزراء جميعا يبقى عندهم القدرة على مناقشة مشاكلهم ومشاكل وزاراتهم مع الأطراف المعنية وأولها العاملين في وزاراتهم. طيب عموما احنا طبعا اكيد هنتابع مع حضرتك هذا الموضوع. بشكرك مهندس طارق النبراوي نقيب العام المهندسي مصر، وفي نفس السياق معنا ايضا على الهاتف دكتور محمد عبد الغني رئيس الشعبة المدنية بنقابة المهندسين والنائب البرلماني. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. حضرتك ايضا منضم للاعتصام، اعتصام غدا. لا هو مش اعتصام، احنا يعني في وقفه احتجاجيه يعني حق للناس ان هي توصل اذا كان حصل اكثر من مره. انا من حسن الحظ كنت مشارك في نقابه في المجلس نقابه المهندسين، واحنا كل الوزراء تم مقابلته، وعلى فكره تم الاجتماع اكثر من مره مع السيد وزير الري لمناقشه مشاكل المهندسين بتوعه، وهو كان بيقول ان حسب ان هو مش مصدق ان في مهندس بياخد 600 جنيه وان اقل مهندس عنده بياخد 3000 جنيه. أيوة. وهذا الكلام يعني ثبت عدم صحته، وفي نفس الوقت لم يتخذ فيه. احنا بنتكلم على المهندسين اللي هم اي على اي حركه للتنميه لا تتم الا بسواعدهم او بذهنهم وعقلهم وقدرتهم على الانتاج. المهندسين دول ما عندهمش دخل كويس. تخيلي بعد ما زمان كل احنا فاهمين ان المهندس ده اهله بيصرفوا عليه 5 سنين بيقعد يتعب ويجتهد، وعارف الاهالي بيدفعوا فلوس قد ايه عشان يعلموا اولادهم، او حتى اللي ما بيدفعوش التعليم المجاني بيجتهدوا قد ايه عشان ينجحوا، بعد كده يخرج الحياه العمليه يجد اما ده يجد عمل او يجد عمل براتب قليل او يعامل معامله غير سليمه. احنا التحرك الشهاده شفت النقيب بشكل مهذب جدا ان هو احنا بلغنا واتكلمنا. الحقيقه احنا يعني صوتنا اتوجع كل المهندسين، واذا لم يتحرك اذا احنا ما تحركناش في سياسه التحرك ده هيكون في خطر على الدوله كلها. لو كل مهندس مجموعه مهندسين في اماكنهم اتحركوا تحركات منفصله ده هيكون في خطر شديد جدا على حركه التنميه في المجتمع. تمام. احنا انتوا كام نائب يا فندم مشاركين في الوقفه دي؟ احنا عدد المهندسين عدد النواب المهندسين يعني حوالي 34 مهندس لغايه دلوقتي. انا اعتقد ان 34 مشاركين؟ الحقيقه ما عنديش تاكيدات منهم كلهم، لكن في عدد كبير منهم مشاركين في الوقفه ان شاء الله. تمام. انا فندم بشكرك، وطبعا اكيد هنتابع هذا الموضوع. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عبد الغني رئيس الشعب المدنيه بنقابه المهندسين والنائب